هو معرض فوتوغرافي للفنان مراد فدواش ينظم على هامش مهرجان مراكش للكتاب الإفريقي، معرض يقدم فيه الفنان محاولات بارزة لالتقاط مشاهد حياة سكان دوار شانتي بسيدي يحيى الغرب الذي ينحدر منه. البروجي ديال فروم دوار شانتي نيويورك هو واحد المحاولة شخصية لعكس الحلم، انه ان شاء الله الدوار يمشي ويشوف العالم كامل، وحتى العالم كامل يجي يشوف دوار شانتي ويجي يشوف سيدي يحيى الغرب، خصوصا ان عنده واحد العلاقه وطيده مع مع مع, مع التاريخ ديال المغرب، خصوصا ان جيش عبيد البخاري دربوا حدا سيدي يحيى الغرب. وتعكس كل واحده من الصور المعروضه شهاده مؤثره عن الحياه ومشاعر الفرح والحزن والامل بشكل يقدم نظره عميقه على ظروف حياه ساكنه هذا الدوار. لقد دأب المهرجان على إتاحة الفرصة للفنانين لعرض أعمالهم، فقد دعا المهرجان العام الماضي الفنان محمد المرابطي لعرض لوحاته، وها نحن في هذه النسخة نحتفي بالفن الفوتوغرافي. وتعد هذه المرة الثانية التي يقدم فيها مراد فدواش معرضه بعد تقديمه للمرة الأولى بمدينة الدار البيضاء.